احنا اليوم سوينا هذا المهرجان يوم احد، دائما يصير المهرجان القوي نقدر نجذب اكبر عدد من الطلاب يوم الاحد، لانه يوم الاحد بدايه الاسبوع، اذا قتلنا دوام يوم الاحد نقدر نقتل بقيه الاسبوع. اليوم المهرجان مالتنا ضم عدد من الشعراء، احنا دا ننقل صوت الطبقه المثقفه بالمجتمع، الطبقه الواعيه للمجتمع. نقدر نقول تساند ويا صحيح احنا ما نسوي اللي اكثر علينا انه احنا مجرد قاعدين، بس هذا اللي نقدر كطلاب معتصمين عن الدوام وده نجي نتظاهر كل يوم، مو هذا العدد كل يوم نفسيته، بس على الاقل يوم الاحد نقدر نقتل الدوام بيه نجيب اكبر عدد ممكن من خلال المهرجانات اللي نسويها. قلت لك احنا كنساء ما نقدر نسوي اكثر من اللي علينا، ما نقدر نسوي مثل بقيه الدول اللي صارت فيها تظاهرات. اللي نقدر نسويه هو الاعتصام، احنا كطلاب اعتصام ودنا نحاول نسوي بهالمهرجانات هاي. يقولها يما يما انا ابن العراق اريد ارجع لامه وتفرح بملقاي، انا اريد تفرح بملقاي، انا ما اريد ارجع لها مصوب بطلقه، شعب اكبر مصيبه تشوفهم خوان، شعب انا بكمام وعلم راح اكتب التاريخ، بس بيا قبر تاريخك توفقه. المهرجان اليوم هو عباره عن احياء وتجديد للنبض، لنبض الاعتصامات، نبض اعتصامات جامعة الكوفة وجامعات النجف، وكانت بداية الاعتصامات، اعتصامات الطلاب هي الحياة الأساسية للاعتصام، فالاعتصام الطلابي هو الثقافة، ثقافة الاعتصام هو الشعلة الأساسية للاعتصام وللتظاهرات وللمطالب، فبالطلاب دائما هي البذرة الأساسية لنجاح كل الثورات وكل التظاهرات والاعتصامات، فهم مستقبل الوطن، هم مستقبل البلد، وعلى هذا الأساس كان مهرجان اليوم هو لإحياء هذه الثورة ولإحياء هذه التظاهرات ولإحياء المطالب وتجديد ودعم لثورتنا، ثورة العراق، ثورة الشاملة التي ثار العراق بالكامل لإحيائها وللخلاص من الفساد ومن المفسدين جميعاً. وكانت اليوم الاعتصام كان اليوم الاعتصام والمهرجان مهرجان حافل بمجموعة من الشعراء، شعراء العراق ومن مسرحيات وقضايا أخرى، وكانت فيه جوائز عدة قيمة، وسار المهرجان بشكل جيد والأعداد كبيرة، وكانت هذه الخطوة خطوة جميلة من الطلاب وحضور وافد، وإن شاء الله كل أسبوع ستتجدد مثل هذه المهرجانات لإحياء الاعتصامات وإحياء الثورة. جامعة الكوفة طبعا كلية التمريض أنا تحديدا، أما بالنسبة للاعتصام اللي موجود هنا صارنا تقريبا 40 يوم، وكل أحد وكل تجمع إن شاء الله دا نجمع نسوي فد فعاليات حلوة، شعراء وفد شيء راقي. الهدف من عنده هو استمرار الاعتصام، إنه نستمر إنه ما ننقطع عن الاعتصام، لأن أي يوم أي خلل راح يصير بأي فترة من الفترات راح تأثر على الاعتصامات بشكل عام، لأن إحنا كطلاب وكتدريسيين، أنا تدريسية طبعاً، كتدريسيين إحنا لازم نثبت وجودنا، لأن الفئة والشريحة الكبيرة من المجتمع هي عبارة عن طلاب العراق،
وخاصة طلاب المدارس والجامعات، يعني لهم تأثير كلش كبير. فنشكر نقابة المعلمين طبعاً كلش وقفت ويانا، ونشكر الجامعة، رئيس الجامعة اللي راحل. تجمعاتنا تصير بشكل مو طبيعي، يعني رهيب. مو بس جامعة الكوفة، كل الجامعات، كل المحافظات يأثرون بشكل يعني مو طبيعي، لأن الأعداد اللي جاي تجي مثل ما تشوف هائلة، وتنحسب على أعداد يعني تخوف أو تحاول إنه ترهب الحكومة الحالية الموجودة. وفعلا سوينا هواي أمور، وراح نسوي إن شاء الله إجراءات أفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً من المعروف أن جامعات النجف جامعة عريقة، وجامعة الكوفة بالأخص، من الجامعات ينطلق الوعي، ينطلق الثقافة، تنطلق الثورة السلمية الواعية اللي تحقق نصر منشود. طبعاً اعتصام الطلابي يعتبر القلب النابض للثورة الآنية، أما بدون الاعتصام الطلابي ما أتوقع راح يكون سند للثورة. بالإضافة إلى أنه الطلاب بوعيهم وثقافتهم حددوا مطالب محددة معروفة عن طريق كتابة لائحة مطالب، حتى لا يكون أنهم مثلاً مسؤولين أو من الحكومة تقول أنهم متظاهرين، مطالبهم مشتتة، ما موجود مطالب محددة. مطالبنا مطالب مشروعة حق، مطالب تطالب بإصلاح جوهري، مطالب مرسومة حسب خطة طلابية واعية ثقافية. يعني نشرنا في أكثر من في صفحات الاعتصام الطلابي، نشرنا لائحات على جامعة الكوفة بهذه المطالب. عندنا 4 مطالب أساسية، لو تحققت هذه المطالب يعني لابد أن ينتهي اعتصامنا. اعتصامنا طبعا اعتصام طلابي مفتوح حين تحقيق المطالب. مطالبنا المشروعة معروفة وواصلة يعني لمستوى، وصلت انتشرت بالتحرير وانتشرت بساحة الصدرين، ساحات النجف، ساحات المظاهرات عامة. مطالبنا تغيير مفوضية للانتخابات، إقرار قانون انتخابي عادل يضمن حق الانتخاب للأفراد، قانون فردي 100% أرادته الطلاب، بدون قوائم حزبية، بدون قوائم انتخابية متحزبة. أما بالنسبة للخطوة الثالثة فيكون حل البرلمان، إنشاء انتخابات مبكرة وحل البرلمان لتكون حكومة منصفة ممثلة عن الانتخاب الفردي للشخص. اعتصاماتنا يعني ما راح تكون يعني تحت سقف زمني محدد إلى حين تحقيق مطالبنا. أما اليوم مهرجاننا مهرجان كبير كان بعنوان لا تراجع. قبل الأسبوع الفات كان عندنا مهرجان يعني بعنوان القرار لنا، على خلفية ترشيح رئيس الوزراء، فرئيس الوزراء أنه القرار للشعب، ترشيح رئيس الوزراء من الشعب. زين، واليوم قرارنا لا تراجع، وإن شاء الله اعتصاماتنا مستمرة، ونعتبر يعني السيل الطلابي هو القلب النابض للمظاهرات. قبل أن نقدم الفقرة التالية بعد المهرجان، حملة تشجير، فالأخوة اللي يرغبون بهذه الحملة، عرف هذا الفنان بإبداع رائع والقصائد الوجدانية، له براءة اختراع، اخترع وابتكر الوتر الثامن للعود، إنه الفنان المبدع والملحن جعفر حمزة، فليتفضل مشكورا. على زورق صنعته يداي كتبت بكفي أحب العراق، على زورق صنعته يداي.
الصوت. احنا طلاب جامعة الكوفة اعتصمنا هنا صار لنا اكثر من شهرين، يعني راح يصير لنا شهرين احنا هنا معتصمين على مود نحقق مطالبنا، كل المطالب يعني احنا حكينا من قبل وناشدنا ما حد يسمع، يعني هسه المطالب ما حد يسمع لنا، ما حد يسمع مطالبنا، ما حد يحقق لنا مطالبنا. احنا بعد ما عجزنا عن ان ذولا ما يحققون لنا مطالبنا، عجزنا من عندهم، ناشدنا خلال السنوات السابقه ما شفنا اي شيء من عندهم، خلال 16 سنه مرت ما شفنا اي مشروع بالعراق، ما شفنا اي اعمار، ما شفنا اي خدمات، يعني ما حسينا روحنا يعني خربوا البلد، صراحه خربوا البلد. احنا اليوم هنا اجينا بعد ان ثبتوا عجزهم وفشلهم، احنا نطالب يعني استقالة جميع الاحزاب، احنا نريد وطن واحد، ما نريد وطن تحكم الاحزاب، ما نريد وطن يعني محاصصة، وطن محاصصة مسوي، كل من ماخذ له جهة وكل من يتعارك على منصب وعلى حزب، ومخلين الدول الاجنبية والخارجية تتدخل بالشؤون الداخلية للعراق، ما حفظوا سيادة العراق كبلد، ما يعني ما إله ما نحس إله احترامه بين البلدان، يعني الدول الخارجية تتدخل بينا، يعني وين سيادة العراق؟ وين القانون؟ وين ماكو شيء يعني. طبعا دور الطلاب هو يعني دور فعال كلش مهم، احنا ما نرجع لا ما تتحقق المطالب كليتها، لا تراجع، ورفعنا شعار لا تراجع حتى تسقط جميع الأحزاب السياسية الفاسدة اللي دمرت البلد، اللي حولته إلى أجزاء كل من يأخذ حصته، مثل ما هم يعبرون الكعكة السياسية وما أعرف شيء. طبعاً دور المرأة إحنا يعني جميع كل البنات والطالبات شاركاً واعتصماً، سواء حتى النساء اللي ما تقدر تخرج للتظاهرات جاي تدعم من داخل بيتها، يعني من داخل بيت تسوي وجبات تدعم، هذا يسموه دعم لوجستي، يعني هذا هم. واحنا مستمرين بمهرجاناتنا ومستمرين باعتصاماتنا وما نرجع نهائيا الا ما يتحقق المطالب وناخذ ثار شهدائنا اللي احنا طلعنا ورفعنا العلم العراقي، ما عندنا غير العلم العراقي. بس يهم الناس إذا عاشوا حبايب، باقوا دمي وعيوني وبواجيها، هو شهيد عيوني مطيها، أنا ابن الخايب الكثرة نواعيها، أنا جنازة غريب وقبشوا بيها، خايف على العراق يضيع تاريها، وخايف على الشباب قبور تقضيها، ولا غبش بعد بالعيد للميتين إذا هي النجف بطلوع بانيها، باقونا وسكتنا نخاف من الموت، تعبنا من الجنازة ومن طواريها. مهرجاناتنا هاي واعتصاماتنا تمثل فشيء حافز قوي يعني الناس اللي بساحة التحرير، اللي بساحة الوثبة، اللي بجسر الجمهورية، هاي تمثل لهم حافز، يعني احنا نريد يعني نقولهم انه احنا وياكم، احنا واقفين وياكم، كل احنا ايد وحدة، العراقيين كلنا ايد وحدة. واخر شيء بالنهاية اريد اقول انه هذا هاي مثل هيك اجواء هي مو بالنسبة لنا ضعف، بالعكس احنا نعتبر هاي قوة، احنا لأول مرة العراقيين نجمع كنا سني مسيحي شيعي اسود ابيض، كنا اجتمعنا على قضية واحدة وهاي قضية هي قضية وطن. يعني بصورة عامة يعني الدور الطالبة هو الدور بالاعتصامات مو بس للطلاب،
يعني احنا نعتبر النصف الاخر للمجتمع، يعني حتى بالاعتصامات انه دوره كلش كبير. اول شيء تعتبر ضغط، وثاني شيء يعني احنا لازم نوصل صوتنا مو كصوت رجل فقط، لا صوت امراه همين كذلك. وهنا يعني احنا كطلاب جامعه الكوفه اعتصاماتنا احنا عهدنا الشهداء، احنا ما راح نتراجع عن الاعتصامات، راح نستمر بالاعتصامات. ليش؟ لانه هذا الشيء راح يحقق لنا مطالبنا اللي احنا صارنا 16 سنه نطالب بيها. وكذلك انه احنا صحيح جيلنا كانوا يسموه جيل ببجي او جيل سبونج بوب، بس هذا الجيل انا برايي راح يسمى جيل الثوره، مو على موشي، لانه احنا راح نسقط حكومه فاسده ما سقطت فشي، ما سقطت باعتباطه، راح نسقطه بدم الشهيد، بدموع ام الشهيد، راح نسقطه بهوا شغلات. احنا هذا صوتنا راح يوصل للعالم، راح نوصله الابعد مكان ممكن، لانه هو طالع من معاناه، من فقد، من يتم، من هواي شغلات. احنا كشعب عراقي ما مرتاحين، يعني صار ماكو داعي نشرح لهاي الشغلات، بس العراق صار شغله كلمه مرادفه كلمه دم. بالتالي هسه كل بيت عراقي فاقد، انا وحده من الناس فاقده ابويا بسنه 2003 اخذوه الامريكان لحد هسه ما موجود، وفاقده امي بال 2006 بحرب طائفيه، أو حالتي مو أسوأ من البقية، أكو أسوأ وأسوأ وأسوأ. فلذلك ما راح نرجع ولا راح نوقف، راح نستمر الدوام عادي لاحقين عليه، أول وتالي ندرس ونتخلص، بس إحنا غير نريد نخلص، غير نريد فشي، غير نريد نتيجة. هاي التعب السنوات الجاية ندرسها، غير نريد تعيين، لذلك إحنا مستمرين ومستمرين باعتصامنا. احنا كنصف مجتمع بدنا نوصل صوتنا خلال هذا المهرجان، وبدنا نوصل صوتنا انه احنا مساندين اخوتنا بكل المحافظات وكل ساحات الاعتصام. اما مهرجان اليوم يمثل مدى مجتمع النجفي والمجتمع العراقي بشكل عام، انه مدى ثقافتهم ووعيهم، وبدنا نوصل صوتنا بطريقه سلميه. كانت ياي وبردانا رغم كل السما الطاية جابوك بنعش بس قلت لا ماما. باسمي وباسم طلبة جامعة الكوفة، استمرار اعتصامنا من بداية الثورة لحد هذا اليوم، مطالبنا واضحة، ماكو أي دوام. طلبي الوحيد وهمي الوحيد أنه نبقى مستمرين على هذا الاعتصام إلى أن نحقق مطالبنا والغاية اللي هدفنا منها. نلاحظ تواجد بعض الأحيان قليل بالطلاب، يعني ما يعيق تواصلهم، فهدفي الوحيد أطلب منهم أنه يتواصلون حتى نقيم ما هدفنا الوحيد، أنه استمرار بالاعتصام إلى أن تتحقق المطالب. المهرجان يعني مهرجان كلش حلو، فقراته حلوة، هدفه أنه التوعية، نشر الثقافة، استمرارنا بالاعتصام حتى نحقق أهدافنا. ونلاحظ تواجد غفير من الطلاب والحمد لله والشكر، هذا رفع رأسنا ورأس أهل النجف. وبعد بي يا حجي
كلنا نعرف الاثر الاعتصام الطلابي، العديد من الثورات السابقه اللي قامت في دول فرنسا واوكرانيا كانت نقدر نقول الضربه القاضيه هي ضربه الطلاب واعتصامهم. صراحه يعني احنا هنا معتصمين صرنا تقريبا 45 يوم. اعتصام الطلاب يمثل يعني فئه الطلاب تمثل الشريحه الاكبر بالمجتمع، صراحه تمثل الطبقه الواعيه من المجتمع. احنا خرجنا على مود ناكد على المطالب الحق اللي طلع بها الشباب الواعي، وايضا تبنيناه هنا واعلنا عنها سابقا باكثر من خطبه. لذلك نعتقد انه رجوعنا بالوقت الحاضر هو تقريبا نقدر نقول انكسار للتظاهرات، لان حاليا الطالب العراقي يمثل نقدر نقول قلب التظاهرات. لذلك احنا ان شاء الله نقدر نقول لكم انه احنا مستمرين ومعتصمون. اما بالنسبه يعني كيفيه ديمومه هذه الاعتصام يعتمد على عوامل عده، منها اجراء المهرجانات اللي تكون شبه دوريه كل يوم احد او يعني مثل او حالها ومثلها. صراحه يتضمن فقرات كثيره المهرجان، منها فقرات الشعر والمسرحيات تعكس الواقع الموجود حاليا، واقع التظاهرات، وايضا فيها استذكارا لارواح الشهداء. على المدى الاسابيع اللي راحت سوينا تقريبا اكثر من 7000 من مهرجانات. اليوم كان العدد كلش كبير، وصراحة كنا ما متوقع يعني حوالي تقريبا 5000 طالب. هذا يؤكد على أن الطلاب هم الفكر، وإن شاء الله هم اللي يبنون المستقبل باعتبارهم يمثلون الطبقة الأكثر وعيا بالمجتمع. طبعا خلال هذه الثوره وخلال هذه المظاهرات حتى خلال الاعتصامات الطلابيه نشوف مشاركه فعاله للمراه العراقيه. يمكن بالسابق كان كلش صعب نشوف مشاركه مراه بحكم المجتمع، حكم العادات اللي عندنا، انه نشوف يعني مراه خارجه طالبه بحقها. بس هسه احنا نشوف انه صوت الحق للمراه صوتها بارز بساحات الاعتصام، دورها سواء بساحات التظاهر دعما لاخوتها المتظاهرين، من ناحيه الطبخ، من ناحيه التنظيف نشوف انه طالبات، وكذلك هنا بساحه الاعتصام نشوف انه مشاركه الطالبات دور كلش فعال بمسانده اخوتهم المتظاهرين والمعتصمين. من خلال اعتصامنا الطلابي بجامعه الكوفه اهم نقطه انه احنا ناكد على السلميه، ناكد على السلميه بمحافظه النجف خاصه والعراق عامه، كل المحافظات المنتفضه احنا نحاول نوصل صوره سلميه. طلبه لها دور كلش كبير بالتاكيد يعني انه المظاهرات سلميه وراح تبقى سلميه. احنا بين فتره وفتره نسوي مهرجانات، هالمهرجانات تستذكر بها الشهداء، استذكرنا النصر اللي حققناه على داعش، هواي من الفعاليات اللي تاكد على السلميه، يعني مثل اليوم مهرجان اليوم اللي يشتمل على شعراء، يشتمل على رسامين، يشتمل على عزف موسيقي والى اخره، كله طبعا هذا من دعم الطلبه ذاتهم بدون اي دعم خارجي، الدعم ذاتي يعني شملها 200 بازارات اذا شفتوهم، وبازار حلويات، هذا كله طبعا صنع من قبل الطالبات، وهذا تاكيد ايضا على دور المراه بالتظاهر. Oh,
حقيقة نحن أمام درس جديد يقدمه طلبة العراق ومن بينهم طلبة جامعة الكوفة لكيفية نشر وعي جديد في هذا المجتمع، وأن يكون الطلبة والشباب هم قادة هذا التغيير وليسوا فقط جمهوره كما اعتادنا في المراحل السابقة. هم دائما جمهور للأزمات وجمهور للخراب وجمهور للحروب، لكن اليوم هم يريدون أن يقودوا التغيير ويؤسسوا لوعي اجتماعي جديد، وعي وطني جديد. ولهذا فنحن نشاهد هذه الفعاليات هي عبارة عن رسائل يرسلها هذا الجيل عن طبيعته التي يريد تقديمها للتغيير وإحداث الفرق في العراق. في الفعاليات التي يقيمها الطلبة في العراق عموما وفعاليات طلبة جامعة الكوفة خاصة، فيها إشارة واضحة إلى أننا نريد وطن، هذا الشعار، وهم يجسدون هذا الشعار بفعاليات مختلفة، منها إقامة المهرجانات الوطنية التي يدعى فيها شعراء من محافظات مختلفة أو فنانون من محافظات مختلفة، وإقامة المعارض للمنتج الوطني التي تدعم المنتج الوطني، وأيضا تعبير بمنشوراتهم وبمسيراتهم وشعارات تظاهراتهم والمطالب التي طالبوا فيها بتظاهراتهم، كلها تعبر عن هذا الشعار نريد وطن. إنهم يؤسسون لحقبة جديدة لا أعتقد أن المؤرخين يستطيعون القول أن لها شبيها في الحقب السابقة. هم يؤسسون لشيء جديد. قوات مكافحة الشعب، نحن العراقيون لا يبكينا المسير، وقد تعلمنا على الدخان الحروب والانفجارات إلى حد الدامي، اثنين الدامي، ثلاثة الدامي، أربعة الدامي، الخميس الدامي، الأسبوع الدامي، يبكينا شيء واحد فقط، ذلك الذي يقف على رأس الشهيد. يبكينا لك نترك، لك نترك هاي أمتي، خبر لك نترك أم أمك خبر شو يترك أمك إلى أن نصل إلى ذلك الرجل المسلم. بويا مش ما خليك تشرب سجاير، بويا بس ترجع بعد تدخن براحتك بويا. رباه رباه انصر الكمامة على البندقية، كم انصت الدمع على السيد. رباه كافي 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 وأضحك وما تهم الناس، هذا يزجي لك يركع. استهم الناس لو عاشت حبايبي. يعني أنا أعتقد أن حركة الاحتجاجات بمحافظة النجف تميزت كثيرا بسلميتها بتنويع الاحتجاجات. اليوم الحركة اللي تشهدها محافظة النجف هي حركة ثقافية حقيقية متنوعة على جميع الأصعدة. اليوم هنالك شباب يرفضون السياسة الحاكمة للعراق، هنالك شباب أيضا يقومون بحملات توعية من خلال الندوات، المهرجانات، ورش العمل. هذا العمل يعني الجهود الجبارة اللي يقوم بها الشباب النجفي الواعي والمثقف، أنا أعتقد هي جميعها تصب بمصلحة واحدة وبإطار واحد، هو الإطار الوطني العراقي والتغيير الذي سيحصل حتما، لأن هذا الجيل حقيقة هذا الجيل مختلف عن الأجيال السابقة. هذا الجيل قرر أن يحدث تغيير حقيقي في المرحلة القادمة، وكما تشاهد الأعداد الآن يعني رغم أن يتعرضون إلى تهديدات، يتعرضون إلى عمليات ابتزاز، يتعرضون إلى ضغوطات، يتعرضون إلى شتى أنواع التهديد، لكنهم يصرون على الاستمرار بهذه النشاطات التي تبعث روح الأمل من جديد في عراق جديد إن شاء الله. يا عالم قبر
كذا وتحرك. طبعا قضية الفن رسالة هي قضية معروفة للجميع، لكن يجب أن تجسد عفوا على أرض الواقع. نقابة الفنانين العراقيين زائد نقابة الفنانين في النجف الأشرف قدمت الكثير منذ اليوم الأول لتظاهرات النجف ولحد هذا اليوم. قدمنا عروض سينمائية، قدمنا معرض معارض تشكيلية، قدمنا أيضا عروض مسرح الشارع، ما يسمى بمسرح الشارع. هي رسالة، ورسالة شديدة اللهجة لكل السياسيين وكل الأحزاب، أن الشعب العراقي شعب أصبح في قمة الدرجة من الوعي. لذلك لا تراهنوا على الوقت، لا تراهنوا على الحر، لا تراهنوا على البرد، لا تراهنوا على كل شيء. هناك موجة عارمة من الشباب الواعي، الشباب المتحضر، الشباب الذي يريد وطنا فيه كرامة وفيه احترام وفيه تقدير وفيه أبسط الحقوق التي يتمتع بها كل شعوب العالم. اليوم احنا ذاك الاحد كان احدكم دوام واحدنا اعتصام، هذا الاحد كان لا تراجع، ان شاء الله الاحد القادم صامدون كرس سلمي من عندنا كطلبه جامعيين على دعوات الدوام وعلى تسويف المطالب. صراحه هذا المهرجان هذا فيها نوع من الانواع زرع المواطن من خلال ضغط سلمي على خميس كان عندنا ورشه حول المطالب مالتنا، واليوم كان ضغط سلمي باعداد طلاب حول هاي المطالب اللي نريدها احنا. وخلينا نقول احنا طالب الجامعه هو اللي قائد هاي المظاهرات، وهو العنصر الاساسي والمؤثر قائد هاي المظاهرات. فاحنا نفرح من نشوف انه طالب الجامعه اليوم هو المؤثر كونه عنصر مثقف وبارز في المجتمع العراقي. بعد مصغير على الموت بس يلوق للتابوت، بس يلوق للدفان من يسترزق بروحي، وحالي لوق للتراب والقبر لو طاح احسه يبرد جروحي. اكتبوا على القبر عالريس ما لحق يزفونه، مات وما اخذ محبوبته الخلاها بعيونه. وكتبوا انسان بس انسان، اكتبوا انسان والله انسان، وغطون بعلم بردان، وكتبوا على القبر مشهد مشهد، من شاف الفكر بالسلسلة مضيق، ومن شاف الوعي مصدر خطر ينعد، ومن شاف الكهل يضرب وما يرتد، ومن شاف الطفل باللحد يتوسد، ومن شاف البنية تحجي تتهدد، ومن شاف الشباب تموت بالعشرين، ومن شاف النهار اسود، ومن شاف الجبان يريد يتخلد، ومن شاف الجبان يريد يتخلد، استحم للشافه واستشهد. من بغداد مدينة السلام قتل 100، قتل 40،
قتل 10، قتل 3، 2، 1. صرنا ارقام بالتلفاز ننذاع، من ضايج يجي وبالشعب يقتل، وابو لسان الشريف يموت ويعيش، اللي بحلقه عظم ولسانه يرتل. ما نحتاج غاز، دموعنا هواي، صارت شمسنا ودموعنا تهل، الحركة قلوبهم ويحركهم الماي، هسه تريد من الماي نجفل، ومن بيت طلعت وتقلنا مدفوع، وتقمعنا غصب وتريد ندخل. مبادرتنا لهذا اليوم تؤكد سلمية مظاهرتنا، طلبت جامعة الكوفة اليوم اجتمعوا ليؤكدوا على سلمية هذه التظاهرة ومبادراتهم بالبازار المقام بهذه المهرجانات الشعرية، بهذه النشاطات الطلابية الواعية المثقفة تنقل صورة عن محافظتنا، محافظة النجف، بسلمية التظاهر، بأحقية المطالب، بمطالبة السلطة بالنظر لهكذا طبقة اجتماعية مثقفة طلبة تدعيكم إلى إصلاح المجتمع وإصلاح الواقع وإصلاح الحكومة وإصلاح الوطن وإعادة الحياة حرة كريمة، لأن هذا الشعب يستحق. مثل ما ذكرنا، هذه الكرنفالات والاحتفاليات تدل على ثقافة ووعي هذا الطالب ووعي هذا المجتمع بشكل عام. المجتمع النجف اليوم أصبح واعي، خاطبكم السلمية، نريد منكم ارحل يا قاسم، نريد نبني وطننا، نريد بالطريقه اللي نريدها احنا. هذه مهرجاناتنا، اضرابنا مستمر اليوم وبعد اليوم وباكر. 16 سنه انتظرنا، 16 سنه من الظلام، 16 سنه من الحرمان، خلاص احنا وصلنا الى مرحله لابد ان نغير. هذه السنه لم نحضر دراسه، نضرب العام الدراسي على طوله، ناكد على استمراريتنا. ما يهمنا، ما يهمنا عام كامل، 16 سنه فقدناها من حياتنا، نطالبكم بالرحيل، نريد نشوف حياتنا. احنا شعب مثقف، شعب واعي، طالب والاستاذ الجامعي والشاعر اليوم يرتقي المنصة ليطالب بحقه بشكل سلمي وواضح. ارحل يا فاسد، اريد ابني الوطن، وطني يبني من خلال الشاعر ومن خلال الطالب ومن خلال الاسجاد. اليوم نقلنا صورة كاملة عن محافظتنا، محافظة النجف، وسلمية تظاهرنا. 122 شباب أن نغير، نطلبكم أن تكون محافظة النجف محافظة سلمية، ومظاهرتنا هي مظاهرة سلمية. ندعوكم للرحيل، نجدد أضرابنا، نجدد أضرابنا المستمر إلى أن تغيير الواقع. وشكرا إلى قناتكم الكريمة لنقل هكذا كرنفاليات وهكذا وعي فكري ومجتمعي رائع. كما سبق بالذكر بين أكثر من 45 يوما، الهدف من اعتصامنا هنا هو تعزيز الروح الوطنية وإثباتا ودعما ومساندة للشارع العراقي، كذلك تعزيزا لساحات الاعتصام الموجودة في محافظتنا، محافظة نجف الأشرف وبقية المحافظات. كما تشهد هذه الأيام وتشهد هذه الأسابيع مشاركة كبيرة من قبل بعض المهرجانات، حيث نقيم هنا كل أسبوع مهرجان خصوصا يوم الأحد. الهدف من هذا المهرجان هو تعزيز الروح الوطنية وكذلك تعزيز الاعتصام الطلابي حاليا. كما تشهد هذا المهرجان حضور وتواجد الكثير من الطلبة، هؤلاء الطلبة جاءوا من أجل إعمار العراق ومن أجل أهداف مشروعة يطالبون بها. كذلك لقد شهد هذا المهرجان تواجد عدد من الشعراء والفنانين، ولقد كان الفنانين مشكورين على حضورهم تعزيزا لهذه الأهداف وتعزيزا للروح الوطنية، حيث كانت مشاركتهم مشكورة وجزيل الشكر لهم. نريد أن نوضح بعض النقاط التي من خلالها نوضح لأعزائنا المشاهدين، والتي تتمثل بأهدافنا. كما أسبقت بالذكر، هناك مجموعة الأهداف التي نحن مستمرون وصامدون إلى تحقيقها، وهذه الأهداف إن شاء الله سوف تحقق. كما لاحظتم هنالك بازار، هذا البازار كان بمشاركة مجموعة من المنتجات الوطنية، وكذلك كان الهدف منها هو دعم للمنتوج الوطني، وكذلك كانت مشاركة فعالة، بالإضافة إلى بعض المشاركات الطلابية ومشاركة لبعض الشركات، والحمد لله لقد تعزز هذا بالنجاح. Thank you.
الجنازة. مشكلة.